الدعائية الخاصة بالمرشحين والأحزاب بدأت بشكل مبكر قبل بدء الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية الذي من المفترض أن يبدأ يوم 14/4 ويستمر لمدة شهر. وهذا الأمر هو يعني تم من خلال خرق نظام الحملات الانتخابية والالتفاف على قانون الحملات الانتخابية من خلال أن العشائر الفلانية تهنئ ابنها البار، نعم. أو الخرق بشكل مباشر من قبل بعض المرشحين يعني الإعلان عن صورهم وأسماءهم في الشوارع والطرقات. والمفوضية اليوم لديها لجان رصد منتشرة في عموم محافظات العراق. جانبه أشار المهندس الاستشاري محمد هادي الجنابي عضو